تألق في سن السنوات مع فريق الاتحاد تونس. عيد العكاوي على الكرة خطيرة، هوبا خالد النبريس يفتتح أول أهداف الدوري. يوسف هذا فلان هو على تمكين ركلة الجزاء من إحدى البقاع السحرية داخل الملعب. الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، خالد النبريس يحرز الهدف الثاني. كبير من اللاعبين ناجي أن يمارس كرة القدم، أن يمارس السحرة المستديرة. كرة هنا تلعب في منطقة الجزاء، جول جول، هو خالد هو خالد، ومن غيره خالد نجم فلسطين القادم في خط الهجوم. ترقبوا هذا اللعب، وقد يكون هنالك مزيد. حالة انهيار الآن، هنا على النبريس، خامس خامس، ولكن خامس باستكمال نغم، وكذلك أيضا مزيكة اتحاد خان يونس التي ترتسم، التي تكتب، التي للأمانة بطلها أيضا موسيقار هو. لم نذكره كثيرا حقيقة، هل يتألق خالد؟ خالد وأمير، الله 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 الله، يا سلام على النجم خالد النبريس. إيطاليا سجل ثلاثة أهداف من ثلاث ركلات جزاء، هنا من أجل تسجيل ركلة الجزاء الرابعة على خالد، يسجل الثاني للإيتي. خالد النبريس الطربي، الارتداد من مروان الترابين، تلعب لعيد العكاوي، هل يحول عيد لعز الدين ابو جاموس ابو جاموس ابو جاموس، يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني. الفن والهندسة والمدرسة الاتحادية الخان يونسية واللوحة الفنية، الجمال الكروي يتجسد في ملعب. والأحمد خالد يتقدم، جول جول أول للضيوف، البرتغالي يسجل ويفاجئ أصحاب الأرض وأصحاب الديار. تغير الملعب، خالد النبريس يتقدم. خالد الله 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 الله، يا سلام يا سلام، خالد النبريس يحرز الهدف الثاني والهدف رقم 11 توفيق.